لا زلنا متواصلين معكم، ينطلق بحفظ من الله ورعايته شوطنا العاشر، ويحمل هذا الشوط فئة القعادين. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في سباق الأصايل الأسبوعي اللي في صدارة هذا الشوط. هناك في المقدمة شاهين لسلطان بن سالم آل خجيم في صدارة هذا الشوط، ثاني المراكز الوصول والاندفاع من جانب اللي في ثاني المراكز. هناك يتسلل في هذه اللحظات اللي في ثاني المراكز الذيب لزايد بن محمد بن نديلة، او عفوا 19 سراب لمحمد بن سعيد النابت هنا في اول المراكز. ثالث المراكز الوصول من شاهين لسالم بن محمد بن حلفان، وفي رابع المراكز الوصول من بطاش لخليفة بوكايد المهندي مع جمعة الكباشي في عملية التضمير. خامس المراكز الوصول هناك من جانب مدرك لسعيد بن زايد الخيارين، وأدرككم مدرك، واصلكم في هذه اللحظات. أعود إذن والعود أحمد إلى مقدمة هذا الشوط، أعود مع الصدارة هناك، أعود مع سراب لمحمد بن سعيد النابت مع سراب، ولكن غير في هذه اللحظات شاهين سالم بن محمد بن حلفان والسلالة الشاهينية مع الأربعمائة متر الأخيرة من مجريات هذا الشوط. يا سلام يا شاهين، الله 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 الله، هذه إذن سلالة شاهين، الدم الشاهيني هنا في مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام على هذا العرض اللي قدمه شاهين في هذا الصباح الجميل، في هذا الصباح الباكر لسالم بن محمد بن حلفان، مهديه الناموس، مهديه الفوز، مهديه فرحة هذا الناموس الصباحي. اللي في ثاني المراكز، اللي وصل في ثاني المراكز هناك وما قصر سراب لمحمد بن سعيد النابت، وكذلك اللي في ثالث المراكز ايضا مدرك لسعيد بن زايد الخيرين. توقيتنا الزمني لهذا الشوط 2:11 20 جزءا من الثانية. تهانينا لجميع الفائزين.